ستتميز الحالة الجوية عامة بنزول بعض الزخات المطرية المصحوبة برعد في بعض الأحيان، وذلك بكل من المناطق الشمالية بالمنطقة الشرقية بالريف السايس الواجهة المتوسطية وبمرتفعات الأطلس، هذا مع نزول أمطار متفرقة بالمناطق الغربية للأطلس بالسفوح الجنوبية الشرقية بوسط البلاد سوس وبشمال الأقاليم الجنوبية، إضافة إلى نزول ثلوج فوق قمم الأطلسين الكبير والمتوسط والريف. كما سيظل الطقس باردا نسبيا داخل البلاد خاصة بالمرتفعات، ستتكون كثال ضبابية محلية بالسهول الشمالية والوسطى، الرياح ستهب معتدلة شمالية جنوب مرتفعات الأطلس وبالسواحل الجنوبية، تناثر حبات من الغبار محليا بأقصى جنوب البلاد. بحر قليل هيجان إلى هائج بالبوغاز، قليل هيجان إلى هائج وأحيانا هائج إلى قوي الهيجان ما بين أسفي وطرفايا. درجات الحرارة الدنيا تعادل 10 درجات بطنجة، 7 درجات بالرباط، 8 درجات بالدار البيضاء، 7 درجات بأسفي، 8 درجات بمراكش، 10 درجات بأكادير و14 درجة بالداخلة. أما بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى فتعادل 19 درجة بكل من طنجة، الرباط والدار البيضاء، 17 درجة بأسفي، 19 درجة بمراكش، 17 درجة بأكادير و22 درجة بالداخلة.